ربنا يرحمه. ثبتي عنده السؤال يا رب يا رب. مش عايزه تمشي محمد عمرو احسن كتزته مع بعض. ماشي علي مين؟ علي مين صاحب كلمة بس كلمة كلمة البقاجي جاي يا فندم ربنا يرحمه يا رب. بقول لك ايه يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين مشاهد الزوجة بنوثق لحضراتكم مشاهد رؤية الزوجة قبل دقائق قليلة من مغادرة المقابر بعد دفن الزوج. نسأل الله عز وجل أن يتغمدوا برأس رحمته وأن يرمي الأسرة جميع مراحل الصبر والسريان. كنا مع حضراتكم من البداية حتى النهاية. يعني مع حضراتكم اجانب الاسره بتعلن موعد العزاء غدا من مسجد الحمديه الشاذليه عقب صلاه المغرب مباشره. عزاء الفنان عادل الفار داعين المولى عز وجل ان يتغمدوا بأس رحمته وان يسكنوا فسيح جناته.